العودة إلى الله سبحانه وتعالى. في هذا المجتمع الغربي الذي نعيش فيه، تجد إذا حصلت مثل هذه الكارثة بكل ما تقدم هذه الوسائل، لكن يوجد إعلامي، يوجد إعلاميون، يوجد أهل رأي، يوجد أهل فكر يظهرون في الإعلام المكتوب والمرئي ويقولون الدولة قصرت بكل ما تراه. نحن الدولة ليست موجودة أصلا، هي غائبة أصلا. ثم بعد ذلك إذا قام شخص وانتقد قالوا نحن بخير وماذا نفعل، وهذه كارثة ربانية، نحن ماذا نريد أن نفعل؟ يعني سبحان الله العظيم، أنتم مطالبون، إذا عجزتم فقولوا عجز على ماذا يدل صدق النية؟ على العمل، على الخطوة الأولى. هل الدولة بدلت الخطوة الأولى لإنقاذ الناس؟ هل ظهر منها صدق النية في إنقاذ الناس؟ دعنا نجيب على هذا التساؤل بعد آخر مكالمة. محمد من الجزائر. محمد، السلام عليكم. تفضل محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. نشكركم على كل حال على هذه القناة. شكرا. وأبارك لكم وربي يوفق إن شاء الله. ولكن عندي زوج كلمات نقولها لكم. تفضل. ربي إن شاء الله ربي يوفقكم إن شاء الله في هذا الشيء اللي راكم تعملوا فيه أولا. ثانيا عندي أقول لك باللي رداءة التي طغت كل شيء حتى الجزائر البلد الغني، هذا الغناء ولا علينا النقمة. ربي أعطانا النعم وقلبناهم نقم. المشكلة راهو مش في مع ربي، والله مع كما يقول الأخ المحترم ذاك، هذا المفسد، هذا الأخ المحترم يقول لك هذه نقم، هذه كل نعم من عند الإله، ولكن احنا قلبناها نقم. لقطع المشكلة راهو فينا احنا، مش في ربي ولا الشيء اللي يعمل فيه ربي. ربي ما فيه إلا الخير. دونك إذا كاين حاجة نصلحوها في نفوسنا. احنا يا خويا هنا في البلاد راهي رداءة راهي طاغية في كل الميادين، يعني في كل الميادين بدون ما ندخل في التفاصيل، كما يقول الإنجليزي نو كومنت. نفهم نفهم. إلا غالب أعطانا ربي ثلج، ثلج والماء، ما هذا يدخل في الأرض. يعطينا إن شاء الله النبات من بعد. الناس تاكل منه، الحيوان ياكل منه، البشر ياكل منه، كل شيء ياكل منه، هذه نعمة من عند ربي سبحانه. إذا احنا ماناش قادرين باش هذه النعمة هذه باش نعرف ما خدمناش عليها وباش نديروها مثال باش كيما نقولوا في أوروبا نلقوا لها حل ونحطوها في مكانها وباش تعطينا الخيرات، هذه تسمى صبحة نقمة وصبحة 44 ميت وصبحة يعني هذا هو المشكل. أنا نظن مشكل أخلاقي، مشكل رداءة. الله يهدينا للخير إن شاء الله، والله يهدي ان شاء الله الناس الخير. شكرا لك محمد. هذا من قول خويا. شكرا لك محمد، بارك الله فيك. دكتور، في نصف دقيقه، لو وجهت دعوه الى المجتمع الجزائري، المجتمع المدني، الحكومه، الافراد، ماذا تقول؟ والمغرب العربي ككل، لانه الان يعني نفس الموجه هذه، البرد عمت المغرب كله. نعم، اقول واوجه الى الجميع. نعم. حكاما و ورعية والجميع أن يتكاتفوا وأن يقفوا ويحققوا الأخوة والولاء. المؤمن أخو المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. فوجه نداء إلى الحكام بأن يخافوا الله سبحانه وتعالى ويقوموا بالخطوة الأولى، وإذا كانوا صادقين سيوفقهم الله سبحانه وتعالى، يفتح المجال للناس. وأوجه أيضا نداء إلى الخطباء، خطباء المساجد، بأن يخطبوا في الناس ويحثوهم على الصدقة ويحثوهم على الإنفاق ويحثوهم على تنظيم أنفسهم وتجميع الأموال وتجميع اللباس، واللي عنده صدقة عنده زكاة عنده كفارة عنده أضحي، أي شيء يستطيع أن يساعد بإخوانه، يتجند الشباب، يذهبوا إلى تلك الأماكن. هذا هو الجهاد الحقيقي الآن في مثل هذه الكوارث، وهنا تظهر الأخوة ويظهر التآلف والود بين المؤمنين. وأنصح أيضا المعلمين والأساتذة في جميع مستويات التعليم بأن يتحدثوا مع الطلاب ويحثوهم على الخير ويحثوهم على البذل، ويجعلوا يوم يتصدقون فيه كل الطلاب، كل الأبناء المسلمين هناك، وتجمع هذه الأموال بالأيدي الأمينة الطاهرة المتوضئة، ويشترى بها اللباس وكل ما يحتاجه أولئك الناس، لأن الجزاء من جنس العمل.
وأسأل الله عز وجل التوفيق للجميع، وأن يرفع الكرب وأن يرفع الغمة وأن يفرج عن أهلنا وإخواننا في جميع أنحاء العالم. شكرا شيخنا، بارك الله فيك لحضورك اليوم في هذا الثلج يعني والبرد القارس الذي يعم أوروبا وشمال إفريقيا، وشكرا لمشاهدينا، وإلى هنا تنتهي حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء.